الماجد، انا بحضرتك. على الله يخليك. احنا بنتكلم عن الاعلام في المرحله المقبله، وكيف يصبح او نطمع ان يكون اعلاما منضبطا، اعلاما وطنيا يعي طبيعه المرحله وحجم التحديات، في اطار الشكوى المتزايده من الاعلام في الفتره الاخيره وعدم الرضا عن الاداء الاعلامي بكافه صوره. وده اللي بان في راي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا المنتدى، انه ليس راضيا عن الاداء الاعلامي. اهلا بيك يا استاذ ماجد. اهلا بيك سياده النقيب. هو الحقيقه احنا بنتكلم على الاعلام، يعني بنتكلم على مرآه صادقه وموضوعيه لكل الاحداث. مهم جدا الاعلام خلال الفتره اللي احنا فيها. مصر بتواجه ظروف خاصه جدا، انت بتواجه حرب شرسه ضد الارهاب. في امور قلاقل وتوترات في المنطقه كلها. مهم ان الاعلام يقوم بدور المرشد والقائد للخروج من المأزق الحالي اللي احنا فيه. ده بيتطلب حاجتين يا اسماء. اولا لازم نتسلح بالمعلومات، ومهم جدا بعيدا بقى عن الحاجات اللي بتحصل احيانا بيبقى فيها نقص معلومات، بيبقى فيها حاجات يعني مش مدققه، كل الامور دي لازم تنتهي. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا قدره على اننا نوصل للمعلومه، وده برضه دور مهم برضه من ادوار الدوله انها لازم توفر المعلومات. يعني فكره قانون، ما في تشريع صدر بهذا؟ لا لا لسه ما صدرش التشريع بهذا. لا 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 تحت المعلومات. قانون حريه تداول المعلومات. انا انظر حتى التشريع مهم جدا، لان ده دور مهم لتوفير المعلومات اللي احنا بنسعى عليها عشان نقدر نتكلم وندقق ونبحث ونقول معلومات بعيدا عن الشائعات والكلام اللي هو الاهواء الشخصيه. ده علينا احنا كصحفيين برضه ان احنا نجتهد ونتعب. واحنا بنشوف قد ايه حتى وسائل الاعلام الاجنبي لما بتعمل حوارات موضوع تحقيقات تلقائيه ومدققه وبتبذل جهد كبير فيها جدا، احنا للاسف برضه احنا بنستسهل شويه. ربما ده محتاج ان احنا نعيد النظر في مثل هذه الامور. الاعلام دوره مهم، دوره حيوي. والحقيقه برضو مش عايزين نجلد نفسنا زياده عن اللزوم برضو، لان احنا عندنا برضو دور مهم بيقوم به وسائل الاعلام المختلفه من الصحافه والاذاعه والتلفزيون، بغض النظر عن ان هناك بعض الاشياء اللي احنا مش راضيين عنها. ده امر وارد جدا وطبيعي ان احنا نجلد الناس على الافضل دائما. بس البعض يقول يا سياده النقيب، وده اللي استنتجته من ضيفي الكريمين، ان وسائل الاعلام التقليديه قد تراجعت بشكل كبير امام السوشيال ميديا. بص يا استاذ ماجد، عمر وسائل الاعلام التقليديه ما هتنتهي ولا هتتراجع. هي بيبقى في فتره صعود وهبوط. تعال نتكلم على دول متقدمه اكثر تقدما، يعني مثلا اللي في امريكا الصحافه الامريكيه لا زالت في منتهى الخوف. المانيا، انا لسه كنت في المانيا قريب، هناك صحيفه اسمها جبل المانيه بتوزع 4 مليون نسخه يوميه. 4 مليون نسخه يوميه ورقيه في اليوم. رحت المانيا، دول اللي احنا يعني بينا وبينها 100 سنه ضوئيه تكنولوجيا تقدم. احنا عندنا عيب برضه لازم نصرح نفسنا بيه، اذا كنا احنا كصحفيين واعلاميين نقول ان احنا مقصرين وان احنا عندنا اخطاء، لازم برضه نتكلم الشعب الحقيقي. للاسف الشديد برضه احنا عندنا قله وعي للاسف. مشكله وعي الشعب يعني. طبعا لا، في جزء منها طبعا للاسف، في ناس بتستسهل جدا، في ناس ما بتحبش تقرا، في ناس بتبتعد عن المعلومات المدققه، في ناس بتاخد الامور بتقرا يعني على الامور وعلى السطحيه. دايما بقول لحضرتك لما تيجي تتكلم على التكنولوجيا يا استاذ ماجد هتتكلم على المانيا ولا على مصر؟ طب ما انت ازاي تربط القارئ بيك يا استاذ عبد الرحمن؟ خلينا نتكلم على الصحافه. يعني انت في الصحافه دلوقتي بتتكلم عن الجريده الالمانيه اللي هي بتوزع 4 مليون نسخه. انت القارئ نفسه انصرف في احيان كثيره عن الصحف، انصرف عن الصحف. ازاي تربطه بالصحف ووقت بيقولوا دلوقتي ان الخطاب الاعلامي خطاب اعلامي واحد، مفيش تنوع اللي يجذب القارئ؟ ما بص انا مع حضرتك، عشان كده انا بقول لك في جزء علينا كصحفيين يا استاذ ماجد وصانعي الصحافه والاعلام، ده جزء علينا مش عايز كلام بنعتل بيه. لكن برضه مهم جدا ان احنا يبقى لازم نبقى معرفش لازم. انا كنت لسه قاعد مع وزير التربيه والتعليم بقول له ازاي ننشر ثقافه القراءه داخل اطار تطوير مناهج التعليم. يعني لازم تبقى في حصه للقرايه الحره، مش كتاب مقرر، لا لازم يبقى في حصه للقراءه الحره
ان الاولاد يتعلموا يقروا ويتعلموا يخشوا المكتبه. كمان مساله التدريب يا سياده النقيب، مساله التدريب والتاهيل ده ودور نقابه الصحفيين ده لا مهم، ده مهم جدا. مصر يا مصر عامل مركز طويل ان شاء الله خلال ايام قليله هيتم افتتاح اهم مركز، وبقول كلمه محدده، اهم مركز للتدريب والتاهيل للصحفيين والاعلاميين في مصر، هيكون في مقر نقابه الصحفيين ان شاء الله خلال اسبوع او اسبوعين على الاقل. ده كلام طيب يا سياده النقيب. انا هنتهز وجودك معانا بس اسالك عن قانون الصحافه، قانون النقابه الجديد اللي بيجري اعداد او التعديلات القانون 70. بس يا استاذ، ايه اللي تم فيه لحد دلوقتي؟ انا بقول لحضرتك هناك افكار احنا طرحناها لا زالت مطروحه للنقاش. بالمناسبه برضه كويس من خلال البرنامج بقول للزملاء، عشان ان البعض احيانا واخد موقف مسبق، بقول له لا ما تاخدش موقف مسبق، لان احنا ما عندناش موقف مسبق. احنا كل ما هنالك احنا في افكار بندرسها وهندرسها بشكل هادي جدا، وما تنزعجوش قوي، لان بعض الرابط بين الانتخابات وبين القانون. انا بقول له لا ما تنزعجش، اللي انت رابط بين الانتخابات والقانون ما تنزعجش، لان انا ما عنديش اصرار على ان القانون ده يطلع قبل الانتخابات ولا بعد. ان القانون يطلع سواء قبل الانتخابات سواء بعد الانتخابات انا ما عنديش مشكله خالص. ويطلع بشكل جيد يبقى يرضي الجماعه الصحفيه بشكل عام يعني. وانا متفق معاك. لا هو كده انت بتؤكد يعني ان يعني اصل في يعني تخوف، يعني انا عايز اطمن برضه الاخوه الصحفيين انه القانون لا يجري اعداده في الخفاء زي ما بيتقال يعني. لا خالص، هذا الكلام مش لا يوجد ولا نسمع، لان ده احنا بنعمله لصالح الصحفيين وفي اطار تعديل قانون غير دستوري بثلاث دفاتير يا استاذ مجدي. القانون الحالي غير دستوري بثلاث دفاتير. تمام. الدستور بتاع سنه 91. تمام. سنة 2012 ودستور سنة 2013. تمام. لكن المرحلة الجاية الأيام القادمة يمكن أن يطرح لحوار مجتمعي داخل نقابة الصحفيين نفسها، هيبقى على الملأ. داخل نقابة الصحفيين بالظبط. داخل نقابة الصحفيين. أشكرك سيادة النقيب. طب الدكتور عبد الله زلط عايز يسألك بس قبل ما نختم. أهلا محسن، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور عبد الله. الله يكرمك. أنا عايز أشيد بدورك ودعمك. والدكتور عبد الله بالمناسبة واحد من الناس اللي هيقوموا بدور كبير جدا في المرحلة الجاية. فهمنا ان ليا الشرف. احنا بس عايزين نوضح للوسط الصحفي المصري ان ما يجري حاليا في قانون نقابه الصحفيين ليس اعداد قانون جديد، ولكنه تعديل للقانون 76. يعني لما يطلع كده هيقدم مجلس النواب يبقى القانون 76 وتعديله وتعديلاته عام 2000 مثلا 18 او 19. فهو القانون هو مجرد تعديل في بعض المواد زي ما سيادتك ذكرت غير دستوريه بالكامل. وانا كتبت المقال من سنتين او ثلاث سنين يا استاذ مصطفى الاهرام، لماذا العمل بقانون يخالف الدستور؟ يعني مواد كثيره جدا، وسيادتك طبعا سبقتني في هذا المجال. واحد دكتور عبد الله بيخالف الدساتير كلها. كل الدساتير يعني بشكل يعني لو طعن فيه امام المحكمه الدستوريه العليا المحكمه بالبلدي كده هتشاركه بالكامل. يعني كل غير الدستوري تماما، بيتكلم على محدش تحرك اشتراكي، بيتكلم على وزير الارشاد القومي. تمام تمام. لكن هي بس في نقطه يا ريس في الموضوع ده، في احد البنود اللي موجوده في الماده الخامسه في شرط الصحفي المشتغل الا يكون مالكا او مساهما في ملكيه صحيفه او وكاله انباء. بنفترض يا ريس ان بعد كده جت فكره وده مطروحه وكان المفروض تتعمل من زمان، ان المؤسسات الصحفيه القوميه تحول لشركات فيها اسهم، والصحفيين داخل الجريده مثلا زي الاهرام يعني لهم فرصه بتملك بعض الاسهم زيهم زي اي زي الجمهور العادي. النهارده موقف القانون يعني يا ريت في القانون الجديد او في التعديلات الجديده نتلافى النقطه دي. الا يقول يعني قانون نقابه الاعلاميين عايزين ناخد نظام البي بي سي كده. مفيش في النقطه دي خالص يا ريس، بس عمل ايه؟ قانون نقابه الاعلاميين، وانا عاجبني هذا القانون في النقطه دي اللي هي في جدول غير المشتغلين او الناس اللي هي داخله النقابه، هو ممكن يبقى مساهم في ملكيه قناه تلفزيونيه او محطه اذاعيه، لكن لا يحق له الترشح لمنصب النقيب او عضويه مجلس النقابه. لكن عضو عادي في النقابه عادي. فاحنا يا ريت نتلافى النقطه دي وتنص عليها الا يكون الا يتم ترشيحه لمجلس النقابه ولا كذا، ولا يكون نقيب، لكن عضو عادي. يعني النهارده ممكن تحول الاهرام واخبار اليوم وكل ده لشركات في اسهم والصحفيين يتملكوا الاسهم. تمام تمام. ودي فكره من هيكل من سنه 69 يعني رئيس عبد الناصر لما طلع على غرار جريده لوموند الفرنسيه كان الاستاذ هيكل. يا سياده النقيب، رايك في كلام الدكتور عبد الله؟ ده كلام مهم جدا قال لك ايه ده. انا استفيد منه ان شاء الله يا استاذ. ماشي يا ريس، ربنا يوفقك. انا اشكرك.